دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطان ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. انولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأنها عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. مبروك يا بنتي. يا جماعة، باسمي وباسم المهندس سيف وأبوه صالح، أنتوا كلكم معزومين على زواج المهندس سيف من بنتي هند. قوم دخلنا داخل. الله
السلام عليك يا ابو راشد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب، كيف حالك؟ بخير. تفضل تفضل. عافاك الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عافاك الله. تفضل تفضل تفضل. احسنت، جزاك الله خير. يا الله، تفضل استريح. كيف حالك بخير؟ الحمد لله. عافاك. كيف حالك انت؟ خير، ماشي بس الحمد لله. صحة؟ طيبين الحمد لله. يا حي يا مرحبا. خير؟ ما جيت تصلي معنا جماعة؟ تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. والله انا حسيت نفسي تعبان ورجولي تعورني شوية. سلامتك، ان شاء الله ما تشوف شر. الشر بعيد عنك، حياك الله. الحقيقة انا اليوم جاي اكلمك في موضوع مهم، انت تعرفه زين. نعم انا اعرفه. علشان كذا انا ما بطول عليك حمدان، انت اخوي ورفيق عمري وجاري والعشرة الزينة والجيرة اللي بيننا لها حكم علي وعليك. اكيد اللي بيننا يا اخوي سنين بعمري وعمرك. انت كذا وفرت علي الكلام، انا كنت جاي اقول لك. انا اللي اريد اقول لك يا اخوي، الله يعلم عزتك في قلبي. والله يا اخوي لو جبت سكين وخليتها فوق رقبتي وقلت لي بذبحك بقول لك تفضل. لو قلت لي ارمي نفسك في البحر برميها من غير ما افكر. اسوي كل هذا علشانك وبامرك يا اخوي ابو اسماعيل. انت الامس اللي عشناه مع بعض وقاسينا ظلم لياليه، انت اليوم اللي احنا عايشينه، انت بكره اللي بنحلم فيه وباولادنا. علشان كل هذه الاعتبارات انا جيت اكلمك، وكلامك وفر علي الكثير. صدقني ما كنت أحب أولادي يخذلوني، بس إيش قصدك؟ كنت ظان إن الدنيا الحين مثل زماني وزمانك. الدنيا تغيرت الحين يا أخوي يا حمدان. أكيد أكيد يا أخوي. اليوم تقول الولد سوي كذا وما يعجبه يقول لك ما سوي، والبنت نفس الشيء، وهذا من حقهم. أنا حكمت على أولادي بحكم زماني وهذا غلط. زين إيش اللي صار؟ بصراحة يا حمدان، والدي يقول إن زهرة مثل أخته، والبنت تقول إن راشد مثل أخوي. علشان كذا أنا جاي إنك ومستحي منك والله. ليش عاد هذا يا أخوي؟ تراهم قبل كل شيء هم أخوان، والزواج قسمة ونصيب. يعني أنت ما ماخذ على خاطرك من هذه السالفة وزعلان؟ أبدا، أنا فرحان، فرحان كثير. يا سلام، صحيح تبات نار تصبح رماد، لها رب اللي يدبرها، وما بين طرفة عين وطرفة يغير الله الشيء من حال إلى حال. سبحان الله والحمد لله. ألو، أهلا زهرة، كيف الحال؟ صحيح؟ صحيح صحيح يا علي، الله يبشرك بالخير، انت اجمل زهرة في الدنيا كلها. انا بخير والله بخير. حمد حمد بعد بخير. اقول سلمي لي على الوالد والوالدة وايد وايد. اي زين زين، يلا مع السلامة. هم ونزاح. حمد حمد يا حمد. ايوه راشد جاي جاي. تعال تعال يا حمد، تعال تعال يا حمد. مفاجأة العمر كله، مفاجأة يا حمد، مفاجأة. خير؟ أزمة وعندك. أنا أسعد مخلوق في الدنيا كلها يا هند. وأخيرا وأخيرا تحقق حلم حياتي يا هند. ودي أقول قصيدة شعر تعبر عن سعادتي يا هند، لكن مهما قلت ما أقدر أعبر عن اللي في نفسي
كلمات هند. سيد أنا أحبك يا هند. تعال تعال تعال. فاطمة وسالم يوصلوا عن قريب، جهزي كل شيء، كل شيء تمام إن شاء الله. تمام. هذيل الظاهر عجبتهم السفرة، بدل الشهر صار شهرين. ما عليهم عريس. بس سالم ليش ما قال لي عن موعد وصولهم بالضبط؟ كل اللي قاله بالتلفون إن بنرجع يا عمي. زين متى؟ ما أدري. وأنا ليش جالس أضرب خماس في أسداس؟ أنا كل اللي يهمني إنهم يوصلوا بالسلامة. تعرف يا سالم، أنا اشتقت حال أبوي واجد. وأنا بعد. بس تعرفي إحنا الحين ما رايحين عند عمك. نعم؟ عقب نحن هين رايحين؟ تفضلي يا زوجتي العزيزة. الحمد لله على السلامة. سالم، تو نحن ليش جايين هني؟ هذا بيتنا، عشنا اللي بنعيش فيه سوا. وأبوي؟ قبل لا أكلمك في أي شيء، تفضلي. تفضلي. إيش هذا؟ أول شيء اقرأي وبعدين بتفهمي كل شيء. أقرأ وليش لا؟ سالم، هذا ما يصير. فاطمة أريوك، هذا عقد ملكية البيت باسمك. حالي أنا؟ بس يا سالم نحن اتفقنا نعيش مع أبوي. أنا سويت اللي علي، على الأقل تتضح الصورة زين لعمي، وبعدين ما مهم نعيش هنا ولا هناك، أنا كنت لازم أسوي هذا الشيء. وبعدين ما أريد عمي يرجع ياخذ عني الصورة القديمة إني متطمع في أموال لا سمح الله. سالم، أنت كل يوم تضرب لي المثل إنك عكس التصور اللي الكل كان ماخذنا عنك، وكل يوم تكبر في عيني. لأني أحبك بسوي المستحيل. والحين يا عروستنا ممكن تشوفين بيتك الجميل، وبعدين نروح عند عمي لأنه بالأكيد جالس ينتظرنا. آها، عشان كذاك أنت ما بغيت أبوي يعرف موعد وصولنا. أعتقد كذي أفضل. فاطمة، بتجلسين تشوفين علي كير الله يهديك. يلا تحركنا. ما شاء الله، الحمد لله على السلامة يا بنت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سالم. الحمد لله على السلامة. ما شاء الله، وصلتوا يا ولهادي، وصلتوا. الحقيقة تأخرتوا، أنا كنت أنتظركم بالشوق غامر. والله وإحنا أكثر. عموما فاطمة بتخبرك بالتفاصيل كلها، ونحن مسويين لك مفاجأة يا أبوي. نسمع المفاجأة ولا أقول لكم دخلوا بالأول عشان تستريحوا؟ شهرين شهرين سيتوني. تفضل تفضل. يلا خلينا. هذا الشيء يخليني أجدد ثقتي فيك أكثر من الأول. يعني اشتريت لفاطمة بيت قبل لا تسافر.
الحمد لله احنا ارتحنا هناك. اتمنيناك معنا يا عمي والله. عموما الله يهنيكم يا ولدي، بس لازم تعرفوا انكم بتسكنوا معي هنا. اصلا نحن يا ابوي لا يمكن نخليك وحدك تعيش، لازم تكون معانا ولا ايش يا سالم؟ خلاص خلاص انا موافق تحت امركم. يا عمي انت فصل وانا البس، طلباتك اوامر لازم علي انفذها. اصيل اصيل يا سالم يا ولدي. نعم اصيل. قبل لا انسى، لازم تجي بكره علشان تستلم الشغل في الشركه، فرصه تشيل عني الحمل شويه. انا الحين يا ولدي مطمن لك مثل ما انا مطمن لنفسي. انا قلت لك يا عمي طلباتك اوامر لازم علي انفذها. بس يا عمي انا موافقتي مشروطه بشيء مهم. خير؟ ايش هذا؟ هذا الشيك اللي اعطيتني اياه اصرفه قبل لا اسافر كهديه بمناسبه زواجنا. زين وليش ترد يا سالم يا ولدي؟ يا عمي الحمد لله الخير كثير. يا حبي ايش اريد؟ ليش اخذ منك؟ يا عمي كله بوجودك طال عمرك يعني. والله ايش اقول لك يا ولدي؟ والنعم فيك يا سالم والنعم. سالم انا يوم عن يوم يا ولدي اكتشف فيك شيء جديد. انا يا عمي ما يهمني في الدنيا شيء الا رضاك عني وسعادة فاطمة. اما عن نفسي انا يا ابوي سعيدة، سعيدة جدا بعد. مبروكين يا ولاد، مبروكين. الله يبارك فيك يا عمي. ايش رايكم نتريق مع بعض؟ راجي جهز الريوق. زين عمي. ما قلتوا لي يا اولاد على وين وين تسافروا؟ لا ما اعتقد يا عمي، تعرف الشغل عندنا ويعني اي شغل يا سيف. الله يهديك انت، بس احنا الحمد لله سلمنا المشروع واي عمل اخر ممكن يقوم به اي مهندس مكانك. ايوه يا عمي بس يعني لا 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 يا اولاد، اعتبروا هذه المده اجازه من الشغل علشان تعبكم ومجهودكم ايام المشروع. ما يخالف يا ابوي، احنا موجودين هنا وما ممكن نروح مكان. لا ما دام المساله وصلت عندك انت يا العنيده ماشي فايده. اذا آسف الظاهر انك تعلمت العناد منها. المفروض يا باش مهندس انك انت اللي تعلمها. بصراحة يا ابوي سيف يخاف انك تعاند نفسك وتروح الشغل، واحنا ما صدقنا انك والحمد لله استرديت صحتك. انا ما فيني شيء، انا صحتي زين ومستعد اشتغل 24 ساعة، انا بعدني شباب. الله يديم عليك الصحة والعافية وطول العمر يا عمي. امين يا رب العالمين. ما قلتولي وين بتروحوا؟ إذا توعدنا أنك تهتم بصحتك وما تروح الشغل إحنا بنسافر أسبوعين صلالة. صلالة؟ أيوة يا عمي صلالة. يعني أنا أقول الواحد ليش يسافر برا وإحنا عندنا كنز من الطبيعة الخلابة؟ لا وبتكلفة أقل بعد، يكفي الواحد يشوف التغيير اللي طرع عليها. خلاص على راحتكم ما دام إنكم مقتنعين. خلاص أنا يا بنتي ويا ولدي سيف ما تهمني غير راحتكم وسلامتكم وبس. يا راجي نعم أمي نعم. تعالي تعالي، وين الريوق؟ ذهب ولا لا؟ الريوق جاهز. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيف موجود ولا خرج؟ نعم موجود أمي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا الوالد؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ تفضل تفضل تفضل. حياك حياك حياك. ما كيف حالك؟ خير ان شاء الله يا حي يا حبابي. كيف حالك الحين وكيف الصحة؟ الحمد لله انا صحتي زينة ومية في المية بعد وشباب بعدني. اسمعني زين يا سيف، زوجتك تخليها في عيونك، وإذا خبرتني في يوم من الأيام إنك زعلتها ترى حسابك معي. حاضر يا أمي تحت أمرك، المهم إنكم جيتوا في وقتكم، اتفضلوا معنا على الريوق. كيف نتفضل معكم على الريوق وأنتم عريس؟ عمتي ترى أنا ما باكل إذا أنتم ما كليتوا ويانا. عاشة خلاص ما بنكسر خاطر المعاريس يا عاشة. أي أنت ذهب على الريوق. تفضل يا سالم تفضل. هذه غرفتك وهذا مكتبك يا أستاذ يا المدير المالي العام للشركة، وأنا مكتبي جنبك. يا ريت لو تكون التسمية مثل ما هي، رئيس الشؤون المالية والإدارية وبس. خلاص على راحتك.
ممتازة ممتازة. زين تعال معي الحين أعرفك على جميع موظفي الشركة، وبالمرة تتعرف على جميع مشروعات الشركة. وأنا تحت أمرك. تفضل. جيبيني الدواء وقلاص ماي بسرعة بسرعة. بسرعة بسرعة. شكرا. يا رب رحمتك يا رب، ارحمني يا رب. الحين قول لي ايش رايك في اللي قلت لك عليه؟ والله عمي العمليه هذه بتوفر لك ما اقل من 40,000 ريال. لا يا ولدي لا، انا ما يهمني التوفير، انا اللي يهمني جوده العمل. عمي ولو قدرنا نجمع بين الاثنين يكون احسن. يا عمي هذه الايام الناس تتجه للمساكن الجاهزه، توفير للوقت والمجهود والتكاليف، خصوصا الشباب. يحصل للشاب مسكن صحي بسعر مناسب يتناسب مع دخل الواحد منهم. انا معك في هذا معك، بس هو في بلدان كثيرة ما نجحت الفكرة معها. احنا يا ولدي نطلب النجاح. يا عمي سبب عدم النجاح هو سوء التنفيذ، احنا لازم نستفيد من اخطاء غيرنا، بالتالي نقدم مشروع ناجح 100%. انا درست المشروع مع المهندسين في الشركة وحطيت له الميزانية المناسبة. ما انكر يا سالم يا ولدي ان افكارك ممتازة. خلاص من بكرة نحن نعرض المشروع على مجموعة من المهندسين في الشركة، وإذا تمت الموافقة نبدأ على الفور، وانت عليك الميزانية. وبعدين يا أبوي وبعدين يا سالم، يعني انتو ما بتركوا الكلام عن الشغل بيكون هني وفي الشركة؟ ايش اسوي بزوجك هذا؟ كل يوم اكتشف فيه موهبة جديدة. لا 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 يا عمي، انت بهذه الطريقة بتخليني اغتر في نفسي. لا يا سالم يا ولدي لا، انت فعلا كتلة من النشاط والذكاء والاخلاص. انت يا ولدي كنت محتاج لفرصة، ومن خذية فرصتك انا اشوفك يوم عن يوم تبدع. البركة فيك يا عمي وفي فاطمة بعد. البركة في همتك ونشاطك. لا اذا في هذه الحالة انا ما لدي عبودي. لا تعال تعال خلاص خلاص، انا بروح ارتاح شوي عن اذنكم. زين كذي اخاف يكون خد على خاطرة مني. بس لا ابوي ما يزعل منك. اقول سالم انا كأني صار لي سنة ما خرجت، طول الوقت شغل شغل. يا عزيزتي أنا مهما انشغلت بس ما أكثر من أبوك. عمي الله يهديه يشغل نفسه وايد، بصراحة أنا خايف عليه، يتعب نفسه كثير. خايف أقول له ارتاح يا عمي وأنا بشل عنك، يزعل ويظن الظن فيي مثلا. يا سالم أنت تعرف أن أبوي يعزك واجد، أما من ناحية الشغل فهو أنت عارف أنه يحب الشغل. وأنا أحب زوجتي وحبي كل يوم يكبر، ما يحد حبي لها إلا الموت. سالم لا أرجوك خلي عنك سالفة الموت هذه، أنت تعرف إن أنا أضايق منه. أنا آسف، أذريني إحساسي لازم أنقله وأكد لك. فاطمة أنت مسوية لعمي توكيل يباشر في أملاكك؟ هيوة بس أنا ما أملك شيء، كل شيء ملكه. نعم نعم أكيد طبعا أكيد، إحنا كلنا عايشين في خيرة. بس يعني الشكليات. باسمك أقول لفاطمة إيش رأيك لو نسوي العمل مفاجأة، يعني نلغي التوكيل باسمه ونخلي التوكيل باسمي أنا. سالم أنت إيش تقول؟ تبغى أبوي يزعل؟ خلاص خلاص خلاص، وكأنك ما سمعت شيء، كلمة ماسخة ونسيتيها خلاص. أمي 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 هند وصلت. تعالي تعالي
لا تقول لهم اني انا كنت مريض وان الطبيب زارني في البيت. زين زين امي زين. روحي روحي شيل الشنط عنهم. روحي عم. انت تعبان؟ لا لا تقول هذه الكلمه قدامهم. روحي روحي نفذي اللي قلت لك عليه. روحي. راجي كيف الحال؟ الحمد لله. وين عمي حطاني يا راجي؟ عمي داخل. داخل؟ هلا يا هند داخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. هذا ما صار اسبوعين؟ الحقيقة سنتين؟ الحقيقة يا عمي اشتقنا لك كثير والله. وانا اكثر. نعم والله انا اكثر. ابوي؟ نعم. ايش فيك؟ لونك متغير؟ لا يا بنتي ما في شيء، انا بخير وعافيه، بس انا كنت مشتاق لكم والبيت كان ناقص لكم. نعم ان البيت ما له طعم بدونكم. زين يا عمي والشغل ايش اخباره؟ والله ما رحت غير يوم واحده بس تعالي تعالي تعالوا خبروني اين صرتوا وايش شفتوا. صدقيني صدقيني يا فاطمه يا حبيبتي اللي اشتقت لك. لا والله توني مخلصين اجتماع، تعرفي والله ولا فهمت كلمة من الاجتماع. ليش؟ لأني ما كنت معهم. كان خيالي سرحان فيك، صورتك مطبوعة قدام عيوني لأنك في قلبي ومع كل خفقة من خفقاته. صدقيني أنا من غيرك ما أدري كان رجوك. ها؟ لا لا زين. يلا مع السلامة الحين. ها أي عندي شوية شغل. أوكي باي باي باي. وبعدين متى بضرب ضربتي وبكون الكل في الكل؟ بس كيف 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 هند هند انت حامل؟ هند مبروك مبروك يا هند، ألف ألف مبروك يا أحلى زوجة وأحلى أم وأحلى شيء في الدنيا كلها. مال هذه الدرجة عاد؟ أدريني يا هند أدريني، من فرحتي أنا ما قادر أوصف أو حتى أرتب الكلام. يا سلام، حاسة إن الدنيا ضحكت لي ابتسمت لي يا هند. يا كل هذا علشان أنا حامل؟ يعني لو ما كنت حامل أنا ما في الحسبان؟ لا يا عزيزتي أفا، أنت الخير والبركة يا أحلى هند شفتها في حياتي كلها. يا سلام أنا فرحان فرحان كثير يا هند. إنزين خلي، تريد ولد ولا بنت؟ ولد طبعا. وليش طبعا؟ أنا أقول بنت، شو رايك؟ مبروكين يا أولادي. أبوي ليش تحركت من سريرك؟ لا 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 استريحي، خليش لا تتحرك من السرير، افتح عمي تفضل يا عمي استريح تفضل. اعذروني يا ولادي، انا ما قدرت اصبر لما سمعت هذا الخبر المفرح. لازم اقول لكم مبروكين مبروكين يا ولادي. بس يا ابوي الدكتور نصحك بعدم الحركه. يعني كيف يا بنتي؟ تبغون نحبس في غرفتي؟ إذا تريدنا نحبس معاك إحنا مستعدين. أنت الغالي، أنت روح البيت كله. أنا بترككم الحين. مبروكين يا أولاد، إن شاء الله يتربى في عزكم. مبروك. هاي هند، وبعدين؟ تعرف يا سيف؟ أنا حاسة إن قلبي خفقاته مو طبيعية، حاسة إن شيء بيصير. ما بيصير إلا الخير إن شاء الله، والخير إحنا فيه الحين، وبشاره إنك حامل. حاسة إن الدنيا تغيرت من حولي، من عرفت سالفة الحمل هذه. الإحساس بالأمومة شيء عظيم. إذن أنا من حقي أفرح، صح ولا لا؟ أفرح، ما حد مسكك. إنزين خير يا هند؟ ما أدري ما أدري. عمتي 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 لك علي. عمي عمي عمتي. أبوي 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 رد علي. أبوي عمي أبوي
السالفة. زين 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 أنا جاي حالا جاي. عمي إيش هناك؟ وليش خايف لي يا ولدي؟ شيء يتمناه كل أب وكل أم. يعني إيش؟ إيش السالفة أريد أفهم؟ فاطمة حست بدوار بسيط وأخذتها العيادة. إيش؟ العيادة؟ لا تخاف يا ولدي لا تخاف. قول لي تريد ولد ولا بنت؟ ايش فاطمة يعني؟ صحيح انت؟ لا لا كيف لا يا ولدي، ما تريد يكون لك اولاد؟ اريد اولاد، انا اريد اولاد، لا اولاد وبنات بعد. اريد ستة، لا اريد سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. بس شوية شوية خليها تقوم بالسلامة. وبعدين تعال تعال تعال، انت ليش جالسة هني؟ ليش ما تروحين غرفتك ترتاحين؟ شوفي ما اريد اي حركة او مجهود. ابغى اعرف تو هذا كله خوف علي انا ولا علي في بطني؟ عليكم انتوا الاثنين حبيبتي، عليكم انتوا الاثنين. بوهب لك كل حياتي، بعوضهم عن كل الحرمان اللي شفته في حياتي. مبروكين يا أولادي مبروكين. يلا أنا الحين أستأذن عنكم. ها عمي على وين؟ بروح شركة يا ولدي. الله يهديك بس يا عمي، الحين الشركة أنا. خليك يا ولدي أنت، خليك هنا، أنا بروح شركة وبعدين تعالوا. أنتوا ليش خايفين علي كل هذا الخوف؟ لا يكون أنا صغير وأنا ما أدري ها. عموما أنا بروح أخلص كمين معاملة وأرجع على طول. مع السلامة. يلا مع السلامة. عمي تغير خلاص، يعني اللي كنت أفكر فيه صحيح، لكن لا لا لازم أتأكد، لازم أنقذه. سالم تو أنت إيش تقول؟ أنا ما سامعتك. لا لا ما في شيء، ما في داعي للإحراج. لازم هناك شيء. لا أرجوك أرجوك، صحتك حبيبتي صحتك. شوفي ترى أنا ما أريد أي مجهود، وبعدين يعني عمي ما صغير من حقه أنه يتزوج. خلاص ما دام من اطمن عليك. إيش السالفة يا سالم فهمني. وهذا اللي أنا خايف منه، هذا اللي أنا خايف منه، هذا أنت زعلتي. إذا لو عرفتي السالفة كلها إيش بتسوي؟ أي سالفة أريد أفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تحرقيني وايد يا فاطمة. إيش أسوي حبيبتي زوجتي؟ يعني عمي، يعني في وحدة يريد يتزوجها. إيش؟ لا 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 يمكن. حبيبتي عزيزتي صحتك صحتك. يا الله هذا أنت ضايقتي، يا ريتني ما قلت لك، بس يا ريتني ما قلت لك. لا حول الله، أنا خايف عليك وعلى بطنك ولدي. سالم اسمعني زين، السالفة هذه اللي تقول عليها لا يمكن تتم أبدا. يا فاطمة أرجوك خليني أفكر زين وبالأول أتأكد. ما لازم نبين له أي شيء، المسائل هذه مطلوب فيها الدقة يا حبيبتي. وهذه الخطوة الأولى والبقية تأتي. Thank you.
وبعدين معاش يا هني. أسبوعين صار لك وانت على هذه الحالة، لا أكل لا شرب. زين وبعدين؟ أبوي راح يا سيف، أبوي كان أعز شيء على الوجود. لا تنسي أنه كان بمثابة أبوي بعد، بس على المسلم الرضوخ والرضا بالقضاء والقدر يا هند. راح كل شيء في غمضة عين. ما يخالف يا هند، ما يخالف ولا يهمك، الله بيعوضنا عنه بقدرته، هو واهب الحياة وهو على كل شيء قدير. المهم الحين صحتك يا هند. معقولة؟ معقولة الإنسان يفقد كل شيء في وقت واحد؟ أبوي والدي؟ هند ما يصير هذا اللي جالسة تسويه في نفسك يا بنت الحلال ذكر الله. لازم تخرجي من هذا الجو. انسي يا هند، انسي. لازم تخرجي من هذا المكان. رفعي عن نفسك بالخروج منه يا هند. لا الدموع تفيد ولا التفكير فيه في مثل هذه المسائل. كنت اتمنى اولد وابوي يشيل والدي بين ذراعي ويلعبه، لكن يا خسارة راحوا كلهم في ثانية. الحياة قاسية، في لحظة تفرق بين الحياة والموت بهذا الشكل. ليش؟ سالم؟ فاطمة حبيبتي عزيزتي أم ولدي. سالم معقولة تركت الشغل؟ خير إيش هناك؟ إيش اللي جايب منك؟ جاي أطمن عليك أشوفك هذا شوية. سالم بصراحة أنا جاي في شيء ثاني، بس متردد أقول لك، خايف أزعلك. زعلني؟ خير إيش هناك؟ عمي أبوي ماله؟ ايش اللي صار؟ خبرني ليكون صار شيء في السالفه اللي خبرتني عنها. الحين ما مهم السالفه هذيك، اهم شيء صحته. والله يا فاطمه ايش اقول لك، من الصباح انا خايف عليه، انا خلاص بتجنن، خايف على صحته. من الصباح مقابلات تلفونات اجتماعات نزاعه مع المهندسين في الموقع، عصبيه لا حول ولا قوه الا بالله. اقول له يا عمي خلينا نسوي عليك، ارتاح ارد علي انا راحتي كذي، لحد ما صار اللي صار وانا خايف من اللي صار. وايش اللي صار؟ وانا في المكتب شفته يطلع حبه حبوب، قام وكلها. جلست انا وجيت من وراه وساهيته وشفتها اثاريهن حبوب الضغط. حبوب ضغط؟ لا ارجوك اهاوي تقولي له عن اي شيء اللي صار بيننا الحين، اهم شيء انه تخلينا يشوف صحته. اقول سالم، عرفت شيء عن الموضوع الثاني؟ أي موضوع بعد؟ موضوع الحرمة اللي كلمتني عنها؟ فاطمة أنا أشوف أنك تخيلين على راحته، شيء مثل هذا من حقه شرعا. أبوي يتزوج وفي هذا العمر؟ فاطمة بصراحة أنت ماخذ الموضوع من زاوية عاطفية وايد، أنا شفت البنية وصراحة. يعني إيش؟ أنت شفتها؟ يعني السالفة مؤكدة؟ شوي علي، سؤال. أولا الموضوع هذا فعلا مؤكد، البنية حقيقية وشابة وجميلة، وبصراحة لو كلمني أنا بوافق. سالم لا أرجوك. أنا كنت بوافق علشان سعادته وراحته، لكن بعد حبوب الضغط هذه لا. سالم لازم نتصرف. كل شيء بالهدوء بدون انفعال. وبعدني أكرر يا فاطمة، اللي خبرتك عنه هذا ما لازم يعرفه، أهم شيء صحته. يلا مع السلامة. الله يا سالم طول عمرك وانت تخاف علينا، بس يا ريت لو اعرف من هذا الانسان، يا ريت. شيخه ايوه يا بنتي، كيف والدتك الحين؟ ان شاء الله احسن يا بنتي. ابوش معرفه قديمه
يا ما سافرنا مع بعض ويا ما كل واحد فينا قدم خدمات للثاني. أيوة أيوة أنا مقدر وضعكم الحين، ويا ريت يا ريت لو تجي هنا مرة ثانية وتكون عندك كل الأوراق الخاصة فيش والمؤهلش. إن شاء الله بتكون عندنا في الشركة. العفو يا بنتي، أنا حاول أرد بس بعض جمايل أبوش الله يرحمه، وهو كذلك. مع السلامة يا بنتي. أنا خلاص حاسة نفسي بختنق، أنا أريد أتنفس، أنا لازم أخرج. أيوة يا هند، بس أنت بعدك تعبانة و... أنت بنفسك قلت أني لازم أخرج، ليش الحين تعترض؟ انزين هدي أعصابك، أنت ليش معصبك كذي؟ أنا قلت شي غلط؟ أنا خايف عليش لأنه سيف لا تعتقد أن أبوي مات خلاص، أنا بعدني لي شخصيتي، لا تجلس تعاملني كأني طفلة. يا بنت الحلال أنا ما قصدت. ولا زعلان على ولدك اللي راح؟ لازم تعرف أنه ما أغلى من أبوي، وبعدين هذا ولدي أنا بعد. هند بالطريقة هذه أنا ما أقدر أكلمش، خيالك يسوون لك أشياء بعيدة تماما عن تفكيري يا هند. إيش قصدك يعني؟ أنا مجنونة؟ لا أنا مجنونة، قال صور الناس بحصى الحين. الحين مين قال كذا يا هند؟ عيونك، هدوئك، كل شيء يحسسني بهذا، تحسسني أن أنا اللي قتلت ولدي، يعني أنا. هند أرجوش يكفي، أقسم لك أني ما فكرت في أي شيء من اللي جالسة تقولي الحين. هند لازم تعرفي أن أنت أغلى إنسانة عندي، هند أنت الإنسانة اللي أنا حبيتها واللي معطل كل أشغالي علشانها. كلامك هذا هو اللي بيجنني، خلاص اتفضل روح شوف شغلك، ما حد ماسك إنك. طيب يا هند يا عزيزتي هدي أعصابك شوي، هدي أعصابك. زين إيش رأيك آخذ إجازة ونسافر مع بعض أي مكان عشان ترتاحي وتريحي أعصابك، وبالمرة يعني سافر؟ أبوي ما صار لشهر من مات وانت تقول لي نسافر؟ كيف؟ انت ما صدقت ولا إيش؟ ما صدقت إيش يا هند؟ قولي ليش ساكتة؟ انت اللي تستفزني. أنا قلت شي غلط؟ جزاي يعني أريدك ترتاحي وتريحي أعصابك يا هند؟ يا هند أنا خايف عليش؟ أيوة يا هند خايف عليش لأني أحبك. خلاص تريد تخرجي ما عندي مانع، بروح مع بعض أي مكان نتغدى فيه. سيف أنا آسفة، أنا كنت قاسي عليك، ما أدري ليش عملتك بذيك الطريقة. ما صار إلا الخير، المهم صحتك وابتسامتك الحلوة. رجعت مرة ثانية كلامك هذا إيش في كلامي؟ أنا قلت شي غلط الحين؟ تقول لي بتسمي وأبوي وولدي. هذا قدر يا هند، ولا اعتراض على قدار، الموت مصير كل إنسان، وإحنا بنلاقيه بيوم، هم السابقون ونحن اللاحقون. ولدنا الله بيعوضنا عنه إن شاء الله، المهم إنك تهدي وما تفسري كلامي بشيء أنا ما قصدته ولا حتى عمري فكرت فيه. سيف أنا تعبانة تعبانة. سيف أنا متمسكة فيك. وتأكدي إني بعد ما عندي أغلى منك. أتمنى أشوف هند اللي عرفته. هند ما أريدك تضيعي حياتك وراء أوهام. سيف ما زعلان مني؟ أنا ما أقدر أزعل على هند، وهناك شرط يخليني ما أزعل أبدا أبدا، وأرجو أنك توافق عليه. قول يا سيف. مثل ما قلت لك سافر أي مكان، على الأقل ننسى جو البيت شوية. ها إيش قلتي؟ ما في مانع. إنزين وشي ثاني بعد؟ إيش هو؟ ترجعي تشتغلي في الشركة. لا الشركة ما أقدر أرجوك. طيب خلاص خلاص على راحتك، المهم إننا نسافر. ولا يهمك بصير خير. شكرا يا أخي مع السلامة. تفضل. اهلا 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 وسهلا اهلا طال عمرك اهلا طال عمرك تفضلي 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 اختي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اهلا وسهلا، كيف حالك يا شيخه؟ الحمد لله. الوالده تسلم عليك. الله يسلمها بالخير، وقالت لي امي اني اطلب منك زورنا في البيت. طيب طيب في اقرب فرصه بزوركم. خير يا سالم في شيء؟ ها
لا لا ابدا ابدا ما في شيء. على ذنكم على ذنكم. ها شيخه جبت اوراقش؟ نعم عمي تفضل. شكرا. تفضل تفضل تفضل. ها خبريني ايه سويتوا بالموضوع اللي بيننا؟ بصراحه انا قلق بخصوصه. الو ايوه يا سالم هي عند الحين؟ اهدي يا حبيبتي اهدي. انا ما قلت لك علشان تنفعلين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تسوينها بعد وتجين تشوفينها هني بعد. اي نعم جالس معها في مكتبه. اي ويضحكوا. الظاهر ان آن الاوان. يا فاطمه يا حبيبتي هو حر. لا ارجوك انا احذرك. لا 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 ما له داعي ان تعرض نفسك للانفعالات وتجي هنا وتحرقي نفسك وتحرقي وتحرقيني معك بعد. يا حبيبتي انا خبرتك بس عشان تعرفين. لا حول ولا قوه الا بالله. ها ارجوك لا تجين ها عشان خاطري. ها يلا مع السلامه حبيبتي. يلا مع السلامه. خمس دقائق وبتوصل وبنكمل السالفه هنا. اسف لاني قطعت حديثكم يعني اسف. تفضل طال عمرك. يا ريت لو توقع لي على كشف صرف اليوم العمال اذا سمحت. اه اي زين. تفضل يا سالم. آه ان شاء الله ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله. اسف ازعجكم اسف اسف ازعجكم اسف. نظراته غريبة هذا سالم كأنه أول مرة يشوفنا ما أنه شافنا قبل كذا. هذا زوج بنتي اللي لما يغير رايه ويتزوجك فوقها. تعالي الله يهديك فاطمة تعالي. وين رايحة؟ خليني خليني يا سالم ادخل عليكم خليني. يا فاطمة ما لها داعي الفضايح والمشاكل تحت. تعالي. ما قادرة أصدق أبوي. يا فاطمة حياته وهو حر فيها. أبوك ما صغير وبعدين إيش فيها لما يتزوجها؟ وانت ما قلت لي إن صحته ما تساعده والحين عدت تقوم وتغير كلامك؟ مهما كان فالزواج من حقه ما دام يشوف نفسه قادر. وبعدين الله يهديك أنا ما قلت لك لا تقين. إيش بيكون موقفه لو أحرقتيه قدام خطيبته؟ ما ممكن يا سالم ما ممكن. على الأقل لو ماخذ واحدة في سنه كان ممكن. هذه أصغر منه. ما يخالف ما دام إنه شايف فيها صورة الزوجة المناسبة. يكفي إنه أفنى كل حياته علشانك. خلي يعيش حياته. سالم أنت باغني أجن ولا إيش؟ مرة كذا ومرة كذا؟ أنا ما أريد أشوفك في هذه الحالة من العصبية. فطوم يكفي إنك حامي الله يهديك اهدي. هذه إيش باغي من أبوي؟ أكيد باغي فلوسه. هذه أنت قلتها. بس يا سالم أنا ما بخليها تأخذ ولا ريال واحد. سالم أنا بلغ التوكيل اللي عند أبوي وبسوي التوكيل باسمك.
الله.